حدث تقريبا من المؤشر الرئيسي جي سيرتي كان انخفاض حوالي 10 نقط في بدايه الجلسه، معناهاش التمويلات اغلقنا بارتفاع حوالي 70% احنا اغلقنا عند نقطه 14933، احنا النهارده عدينا نقطه المقاومه اللي هو 14850. فالنهارده كان ملاحظ في الجلسه احرام التداول النهارده تجاوزت المليار و700، بس كانت صفقه النهارده، كان النهارده تمشيت صفقه احدى شركات الاتصالات بنتكلم في حوالي 170 مليون، بجانب احدى شركات الادويه كان في صفقه ب 370 مليون، بجانب النهارده كان في شراء من المؤسسات المصريه والاجنبيه، والعرب كان في شراء النهارده، ما عدا الافراد المصريين كان في بيع بس بيع على استحياء. النهارده اجمالي الجلسه النهارده كان في قطاع العقارات وقطاع البنوك كان في ارتفاع، عكس قطاع المنتجات الصناعيه والسيارات كان في انخفاض، وقطاع غاز وزيوت انخفاض طفيف. النهارده يعتبر جلسه جيده. توقعات الاسبوع القادم، الاسبوع القادم اعتقد احنا هنعدي مستوى النقطه 15000، كنا جبناها في بدايه الاسبوع، اعتقد احنا هنعديها في بدايه الاسبوع. دي نقطه 15000 كانت من نقطه مقاومه اتقلبت نقطه دعم، فاعتقد ان احنا هتبقى نقطه محتاجه فيها متداول عاليه. جلسه الخميس النهارده كانت جلسه بالنسبه لكام الدول العاليه، اعتقد الفتره القادمه لو مشينا على نفس منوال اللي هو قيمه التداول العاليه اعتقد ان احنا هنعدي 15000 وهنبدا بقى نشوف المستوى الجديد للمقاومه اللي هو 15800. غلبت الارتفاعات على اداء المؤشرات، المؤشر الرئيسي للبورصه عامل ارتفاع هو وصل الى 15000 نقطه. بيحصل في وسط الجلسات ان هو بيكون في انخفاض للمؤشر 30 بسبب مبيعات المؤسسات، اما النهارده ففي ارتفاع للمؤشر 30 اعلى من ال 14900 نقطه، وده بيرجع الى مشاهد من قبل العرب والاجانب والمؤسسات مقابل مبيعات من قبل المصريين والافراد. متوقعين في الفتره القادمه المزيد من الارتفاعات بسبب رد شهادات قناه السويس اللي هتضخ السيوله تقدر ب 64 مليار جنيه، ممكن يكون البورصه دور فعال فيها. متوقع في الفتره القادمه كمان في اداء جيد للمؤشرات الفرعيه بعد ان بنيت العديد من الخسائر بسبب تقارير في قطاع المواد الاساسيه ادى الى انخفاض المؤشرات الفرعيه، وهي كانت في معظم جلسات الاسبوع بتحاول انها تسترد العديد من قوتها للتوجه للمنطقه الخضراء. كل ما هيبقى فيه سيوله جيده تضخ في البورصه، كل ما هيبقى فيه معلومات اقتصاديه تتعلق بقوه الجنيه مقابل الدولار، تتعلق ب يعني خفض اسعار الفايده، ده هيؤثر بالايجاب على اداء البورصه وعلى اداء القطاعات المتواجده في البورصه زي قطاع البنوك قطاع العقارات والعديد من القطاعات اللي داخله بقوه في الفتره القادمه زي قطاع الادويه والرعايه الصحيه اللي هيبتدي يزرع الساحه مره اخرى بسبب الصفقات وتعاونات ما بين شركات مصريه وشركات اجنبيه.